قصة موسى بتستاهل تكون فيلم بالسينما. بلشت القصة من حلم طفل كان معجب بزميلته بالصف، لنهار قرر يعترف بحبه لإلها، وكان الرفض نتيجة الفرق الاجتماعي بيناتهم، وقالت له حكيني بس يصير عندك قصر. شوية قصص طفولية خلت موسى يترك المدرسة ويجي من طرطوس على صيدا ليشتغل مع عمه بالعمار ويكتسب خبرة لبناء حلمه، وليوفي بوعده لحبيبته انتقل على دير القمر واشترى قطعة أرض وبلش بناء القصر. والحلو بالقصة أنه من بعد 60 سنة بناء وتنفيذ زارت حبيبة موسى لبنان بال2009، كان اللقاء بيناتهم بالقصر يلي وعدها فيه.